ضيعنا السيارة يا جماعة الخير، ضيعنا السيارة. والله من مشيتك واضح انك خلاص. مش عارف مش يا الله، ترى ما عندنا شيء في الخبر ابد ولا شيء. جبني تعشين ترى جاي حسن. لا عندنا شغل باقي، ترى بنمشي الرياض. اقول والله بنمشي الرياض والله. اقول لك والله لا تمشي معي والله، والله ما رجعك، والله مر، والله ما رجعك، والله مركب تركب غص، ماني مرجعك. اذا بتمشي الرياض والله مركب يا رجل. لا اسمع 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 اسمع، في مطعم هناك في الرياض. اسمع اسمع اسمع، في الرياض مطعم والله لو تقول فيه الدنيا كلها ما يبراني. قول والله، والله من جدك ترفتني يا ابوي ثلاث ايام، مودي الدمام مرجعني، مودي الدمام ذبحتني مرتاح. ايش ترتاح؟ ترى الدمام مشوار يعتبر. كم مره رحت ورجعت يعني ليه ما جلس؟ دامك تدري ان بنتعشى في المطعم ليه ما جلست؟ قريب حذفت عصا شركم، لقينا السياره الحمد لله. ها مشينا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحسه وش الحسه؟ الحسه يا وي نزل، انزل 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 انزل. الحسه لا لا انزل انزل انزل. خلاص انزل من المحطه. والله ماني فاضي امشي الرياض بعدين. اي محطه طاق ايش يقفل الحين؟ الساعه 10 سوالف والله 10. لا والله 10 يا الله. شوف نزلتني ما ودي نحاسه بقطع العلاقة فيك. هلا كم السلام، يلا حية جعل الله فداك. ترى صوتي والله مبحوح الأيام ما قادر أتكلم بعد قلبي. توصلني حسا، جعل والدينك بجاية سر. تعال مع السلامة. ما عليكم منه، خلاص رضيته ماشي للرياض ان شاء الله، وعقب بكره ممكن نمشي تبوك، واللي بعد ان شاء الله رايحين لمكه، وان شاء الله نبي نجول. روح تركيا بروكرانيا. ايش عندنا حر؟ بنروح نموت. ايش فيك انت؟ يا تقول ضايقني صدق. بسم الله ما شاء الله عليك انت، الله لا يضرك.